القصة الثانية من قصة ابن حارة النقارات. القصة بعنوان الحمار والبقرات الثلاث. أحمل سطل الحليب وأنزل به إلى الباكة الزريبة حيث البقرتان والعجلة الصغيرة والحمار. لابد لي من تنظيف أرض الزريبة أولاً. أمسك الرفش وأبدأ بتجميع فضلات البقرات الخضيرات يعني في مكان واحد، يعني المزارع يعرف. ثم أقذف بها من طاقة إلى الخارج، كان في عندنا طاقة بالخارج تعطينها هيك، فأمسك الرفش يلا لبرا حيث تتراكم على شكل تلة، ينزل بصره كأنه تلة، لتؤخذ فيما بعد كمواد كيميائية سواد مغذية لأشجار البستان، يأخذون ويحطون عند الشجر. أطح من التعب ولكن هذا العمل لا بد منه لأني أقوم به منذ طفولتي دون أن أتصور أني أستطيع أن أبدله بعمل آخر أو أتوقف عنه، فقد تعودت عليه وتعود عليه. أنظر إلى الباكة فإذا هي نظيفة. الآن لا بد لي من حلب البقرات. أبدأ بالبقرة الكبيرة هي الأصعب، ولا بد لي من اللجوء إلى الحيلة للتغلب عليها ومنعها من أن ترفسني برجلها. أضع رأسي في خاصرتها. صورت الموقف كيف يا جماعة؟ يعني هاك حاطط الرأس بخصرتها. أبدأ بالبقرة الكبيرة. قل لي أهش ما ظل أقوله. أضع رأسي في خاصرتها مبعداً جسمي النحيل عنها قدر الإمكان، كنت يعني ضعيف جداً. ثم أمسك السطل في يدي اليسرى وأحلب باليمنى، أي السطل بيدي اليسرى وأحلب باليمنى ورأسي واعي بخاصرتها. لايش؟ هم بيجي يكون لايش. فإذا لبطت البقرة برجلها استطعت أن أتجنب أذاها، لأنه كانت تلبط ما كناش موفقين فيها كثير، تلبط تجي بالسطل. فإذا لبطت البقرة برجلها استطعت أن أتجنب أذاها وأخلص الحليب من الانسكاب على الأرض، وبذلك أنجو من تقريع أمي وأبي. الحمد لله لقد أتممت مهمتي بنجاح، فهو السطل قد امتلأ بالحليب. الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله يا جميع. أتوجه إلى البقرة الثانية فأجلس بجانبها جلسة القرفصاء، شو مرتاح مكيف هون، بكل راحة واطمئنان، وأحلبها بدون أي صعوبة، فهي بقرة هادئة مطيعة. الحمد لله لقد انتهيت، ماذا أفعل الآن؟ شو بك تعمل يا حسين؟ لأضع لهم الأكل. أحمل قفصا من البلاستيك ثم أدخل التبان. التبان مكان أوضة بحطوا فيها تبن، قش القمح، عيدان القمح يكون تبن وأكل للبقر. وأجلب لهم التبن وأضعه في المعالف الأربعة، وآتي بكيس من العلف وأرش منه للبقرات الثلاث وللحمار. لكل بقرة نصيب من العلف اللذيذ الذي خلطته مع التبن. الحمد لله أوشكت على الانتهاء. ماذا تفعل الآن؟ ها يا حسين. علي جلب الماء لهذه البقرات المسكينات. المشرب نشف وأكيد هن عطشانين، حرام. أحمل السطل وقد ملأته بالماء من الخارج،
يعني زق لنا الماء، فهو السطل يتأرجح في يدي يضرب في رجلي اليمنى، لأنه صغير والسطل أثقل مني، فيندفع في الهواء ليرجع ويصطدم بها، فيتدفق الماء على شنتياني، يعني بنطلون سروالي، ولكن لا بأس بذلك، فهذا من مستلزمات العمل. وأخيرا أصل به إلى صديقات البقرات فأسكب لها منه في المشارب، فتهم على الفور بالشرب، شوف تركض عليه الركيض، وما إن تنتهي حتى تنظر إلي نظرة محبة وامتنان، شوف ستعمل هاي كيف، شكرا شكرا، وكأنها تدعو لي بالخير والتوفيق. حينها فقط أشعر بالراحة والإطمئنان. الآن انتهيت من كل شيء يا حسين. لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. أحمل سطل الحليب إلى المطبخ في الطابق العلوي من البيت، أصرخ فرحا، أمي لقد انتهيت. أضع سطل الحليب على المجلى، المكان المعد لغسل الصحون والطناجر. ترد علي أمي، عفير معلايك، يلا تأخرت على المدرسة، حط الحليبات بالسطل وخذهن معك لبيت أبو خليل العسكري، ومن هناك روح على المدرسة. شفتم أحلى هالشغلة؟ طيب يا أمي، أحمل السطل بيدي اليمنى والكتب أحمل السطل بيدي اليمنى والكتب بيدي اليسرى، وقد لفيتهم بمغيطة صفراء. كنا نجيب الكتب، ما كان عندنا شنطة، مغيطة صفراء هاي تكمش مع بعضها، هاي تكمش الكتب مثل العسل. كنت قد اشتريتها في بدء العام الدراسي الجديد، وما أن أخرج من البيت حتى يبدأ البخار الأبيض اللهبي من قله يصعد من فمي لشدة البرودة والصقيع، كان سقعة وبرد وشتي، فصارت اللهبي شو تطلع من هيك، كأنه اللهبي تطلع من الحرق من البرد. أصل إلى بيت أبي خليل العسكري، أدق الباب وقد اعتلاني الحياء، كنت صغير استحي، أسمع صوت أم خليل وهي تقول مين عم بدق، يلا جاي. أنظر بخجل إليها وأقول مرحبا، بدكن حليب اليوم؟ أهلا وسهلا، إلا بنا حليب. أمد يدي وأناولها السطل وأنا فرح مسرور. كيفت تخبرني السعادة، شو دوري أخذت السطل خي، تصوروا يا جماعة ما أخذت السطل وما بدي أخذه معي على المدرسة. أمد يدي وأناولها السطل، نعم، وأنا فرح مسرور تغمرني السعادة، ثم أنطلق وأنا مطمئن النفس بعد أن استأذنت من أهل البيت بقولي يلا السلام عليكم. فبارك الله بكم، هذه القصة الثانية، تابعونا في القصة الثالثة، هي متواصلة، والسلام عليكم. إخواني الكرام، إذا كان قد أعجبكم هذا المقطع فضلا اضغطوا لايك حتى يصل إلى أحبابكم هذا الشريط، واضغطوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أن تشاركونا في قناتنا هذه. بارك الله بكم، جزاكم الله كل خير، ربنا يفرجكم على صورهم في البرازيل، ما شاء الله سبحانه الله لونه أخضر بجنن. هذا اللي بيحط لايك وبيشاركنا بالقناة بيطلع له هذا، يشوف هذا العصفور الأخضر الجميل في البرازيل. راح إلى حال سبيل، حياكم الله، هذا حسين علي الصيفي البرازيل، شكرا لكم.